في وداع 2022 ومع بشاير 2023 من دار الأوبرا المصرية في رحاب الباليه والموسيقى الدكتورة درية شرف الدين مع الدكتور مجدي صابر وصناع البهجة والجمال في حلقة خاصة عن الأوبرا التاريخ والحاضر. الرواد اللي صنعوا تاريخها وكملوا دورها الكبير في نشر الفن والجمال في بلدنا. حديث جديد من مصر، حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.